معناتها لاني انا عندي ثقه في اللاعبين الوداد كونهم يكونوا في احسن حالاتهم، خاصه عندما يسجلوا هدف الاول هدف الثاني قادرين يسجلوا العديد والعديد من الاهداف، وهذا اللي صار اليوم وكانوا في مستوى كبير. الشيء اليوم اللي كان كيما بلو بوكو سي لا رابيديتي دون ليزيكسيون، فهمتي اون با تومبوريزي لا بال حتى بعد ما سجلنا اهداف. C'est ça, maintenant, qui est important. Le pressing était, la pression sur l'adversaire était, c'est ça qui nous a permis de concrétiser. C'est important d'être maintenant en demi-finale. On pense en demi-finale, je pense au championnat. On pense à tout et on gère match par match. Bon, le haja, on veut les joueurs à la مقابله دي الحمد لله دزنا للدومي-فينال. Malgré شفنا في الاخر بليسور ديال الادفيرسير ديالنا اللاعب ديال الادفيرسير ديالنا. Mais bon, هذه هي الكره، كنتمنى ان شاء الله ربي يشافيه. تنبغيو اللاعبين على هذه القتاليه هذه، وتنبغيو نهديو هذا الفوز الجمهور ديالنا اللي جاب كثافه، وتنبغيو نشكرهم بزاف حيت بلا بهم حنا ما كانسوا والو. وسر التالق لا ديالي ولا ديال المجموعه هو العمل. الا كنت كتخدم وكتخدم بالنيه ديالك وكتركز على العمل ديالك غادي تحسن المستوى ديالك. الحمد لله انا تقريبا من جيت فريق الوداد كنظن وحنا كنحققوا الالقاب، ماشي غير انا اللي وصلت للنص ديالي الا جميع اللاعبين اللي معايا. صراحه كتشوف اللاعبين اللي في العمر ديالهم 20 عام 21 عام وكيلعبوا في هذا المستوى وكيلعبوا تشامبيونز ليغ وكيمروا من الدور النصف، انا كنظن ماشي حاجه اللي سهله. كنشكر المدرب اللي كيعطي الفرصه للاعبين اللي مازال صغار ومازال باقي المسيره ديالهم طويله. انا كنظن لا خوف على فريق الوداد، عندنا جمهور اللي كبير، كاينين اللاعبين اللي شباب اللي ان شاء الله الى غادرنا حنا فريق الوداد غيستمروا في المسيره ديالهم ان شاء الله. وانا كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا هذا المجهود. الحمد لله المهم هو كنا خاصنا ندوزو، الحمد لله استطعنا باش ندوزو للدومي فينال. دابا كنفكروا في الماتش الجاي ان شاء الله ضد فريق سان داونز اللي فريق عنيد، وان شاء الله راه غنحاولوا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش ترضينا ونرضيو الجماهير المغربيه كامله ان شاء الله. الحمد لله الهدف ديالنا فهو حققناه كان هو التأهل. كنشكر اللاعبين على الاداء ديالهم والاداء الجميل في المباراه، فضغطنا على الخصم من اول المباراه، استطعنا اننا نخرجوا بثلاث اهداف الشوط الاول، الشيء اللي سهل علينا المباراه. كنا كنمنيو اننا نحتفلوا مع الجماهير ديالنا، ولكن كنشوف ان الاصابه ديال الحارس ديال فريق حوريه فهي اثرت عنا، وصراحه كنتمنوا ليه الشفاء العاجل لان هذه هي النقطه السوداء ديال المباراه، هي الاصابه الخطيره اللي تعرض لها، فكنتمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله والعوده للميادين في اقرب وقت.